وطالما احتل محصول البطاطا المركز الرابع عالميا من حيث تصنيف الأهمية بعد القمح والأرز والذرة، ولطالما تميز الفلاح الحوراني باهتمامه بهذا المحصول، لتشير التوقعات هذا العام بإنتاج أكثر من 90,000 طن، وذلك بسبب زيادة توسع زراعة هذا المحصول. ففي هذه السهول أياد معطاءة لا تمل من العمل في هذه الأرض المباركة، فهؤلاء المزارعون مستمرون في عملهم رغم الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، والذي أدى إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج وفقدان بعضها في كثير من الأحيان. والله المحصول هذا هو يعني الركيزة تبع الفلاح، إذا بدك تيجي للزراعة المضبوطة هو أساس البستان، يكون يعني إنتاج عالي وسعره كويس، والحمد لله في أسمد، يعني أخذتني أسمد من الدولة. بنزرع بطاطا والله، وإحنا رغم الحصار ورغم الظروف اللي مرت فيه سوريا وكل شيء صار بسوريا، الحمد لله بنشتغل والحمد لله الأمور بالخير. طبعا الناس بتشتغل بأرض خصب وأمور يعني، ولو يتهيأ لها بصير أخصم من هيك كمان. الشغل ماشي الحمد لله، وإحنا لو حصار غير إحنا صامدين للشغل الحمد لله، تابعين العمل. لا تتوانى الجهات المعنية في محافظة درعا ومديرية الزراعة عن متابعة إنتاج هذا المحصول والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين ضمن الإمكانيات المتوفرة، لا سيما البذار والأسمدة والمحروقات، ليتمكن الفلاحون من عمليات الزراعة والسقاية والتسويق للسوق المحلية. محصول البطاطا هو من المحاصيل الاقتصادية الهامة في محافظة درعا. المساحة المخططة للبطاطا الربيعية لهذا الموسم هي 1408 هكتار. المساحة المنفذة على أرض الواقع هي 2670 هكتار بنسبة 190%. طبعا الفلاح في محافظة درعا يتبع أساليب الزراعة الحديثة من خلال طرق الري الحديثة بالتنقيط أو تجهيز الأرض أو التخطيط. طبعا يتم اختيار الأصناف عالية الإنتاج من خلال المؤسسة العامة لإكثار البذار، يتم تأمين بذار البطاطا، وقسم عن طريق القطاع الخاص يتم تأمين البذار. يشهد لأراضي حوران بخصوبتها العالية التي تمكن من زراعة غالبية المحاصيل الزراعية، إلا أن تحقيق الدعم الحكومي الأكبر لهؤلاء المزارعين هو السبيل الأفضل لتحقيق أفضل مستويات الإنتاج وطرح المنتجات في الأسواق بأسعار مناسبة. فراس لحمد لقناة سما الفضائية من سهول مدينة دعل ريف درعا.